أدري إني أنا من زمان مو مصورت لكم ولا مسويت لكم فيديوهات، وأنا جداً آسفة مقصرة بحكم وايد مو شوي، بس بهالفيديو هذا إن شاء الله راح أشرح لكم الظروف اللي أنا قاعدة أمر فيها بالفترة هذه واللي منعتني أنا أصور، معني ما أحب أتكلم في حياتي الشخصية وايد، بس هذا الفيديو عشان أشرح لكم بالضبط شنو قاعد يصير. السلام عليكم، وأول شيء مبارك عليكم الشهر، إحنا الحين في نص رمضان تقريبا. وثاني شيء ودي أقول لكم سووا اشتراك ولايك وشي، بس عين أنا ما استاهل، صار لي 3 شهور تقريبا مو منزلة فيديو. أحس نفسي مو مال إني أنا أقول لكم اشتركوا وسووا لايك، ما استاهل باختصار. فالمهم نطوف هذا الموضوع، ندخل بالموضوع دايركت، ما ودي أطول الموضوع، بس بشرح لكم على السريع بالضبط شنو قاعد يصير وليش أنا مطولة وايد في تنزيل الفيديوهات. أول شيء إحنا الحين في الكويت، عندي فلوقات كثيرة من اليابان لحد الحين ما منتجتها، حرفياً ما قاعد يصير عندي وقت إني أنا أمنتج الفيديوهات هذه. أول شيء أنا رجعت الكويت تقريباً في شهر 12، وإحنا الحين في شهر 4. رجعنا الكويت شهر 12، أول ما رجعنا كلنا مرضنا، أنا ويا نوح، ونوح صار معنا كورونا وانحجرنا، ويعني تخيل وضعنا، يعني أنا تعبانة، ولدي تعبان، ريلي تعبان، ما إحنا عارفين من يشيل الثاني باختصار. بعدها حرفياً ظل نوح أسبوع وترك يمرض، أسبوع يمرض، أسبوع أوكي، أسبوع يمرض، أسبوع أوكي، هذا وضع لمدة شهرين تقريباً. فظليت أراكض معه بالمستشفيات عشان مشكلته إنه ليش قاعد يمرض وايد، هالشي هذا ما صار معاه، يعني هو حرفياً مرض بالكويت بشهرين تقريباً أو 3 شهور أكثر من سنة ونص وإحنا باليابان. فكان شوي شيء يعني غريب، توديه كذا مرة المستشفيات عشان تشوف شنو مشكلته، وطلع معاه لحمية وطلع معاه التهاب رئوي، السالفة طويلة. ومع هذا كان عندي مشكلة أيضا مع الدوام، فكنت قاعد أسوي أوراق الدوام. بعدها كان عندي مشكلة كبيرة بالراتب، فكنت قاعد أراكض على أوراق الراتب باختصار. فتقدرون تتخيلون الموقف اللي أنا فيه، أنا حاليا أشتغل أداوم ودوامي شفتات، يعني مرة يصير صبح مرة يصير ليل، يتغير كل شوي. فوق هذا صار الحين مشكلة ثانية مع ولدي نوح، صار لنا فترة قاعد نراكض فيها، وهي موضوع أن نوح عنده مشاكل في التواصل. فهذا الموضوع شوي مسبب لي قلق مو طبيعي، يعني ما أقدر أوصف لكم لأي مدى الموضوع متعبني، لأن يعني أكيد ماكو أم تبي تشوف ولدها يعاني من مشكلة أو عنده مشاكل صحية. بالضبط أنا وضعي كل كم يوم قاعد أروح حق أخصائي، من أخصائي إلى أخصائي، والحين وصلنا لمرحلة أنه لازم يبلش جلسات علاجية. فنوح لازم يخضع لأكثر من جلسة بالأسبوع، تقريباً 3 جلسات على الأقل بالأسبوع. فيوم صار كذي اكتشفت أن الدوام اللي أنا فيه طبعاً ما ينفع. تخيلوا وضعي أني أنا كل سبت أعرف باكر ومتى دوامي، أنا السبت أعرف دوام الأسبوع هذا شنو، والأسبوع الجاي أنا ما أعرف، فحتى ما أقدر أحط خطط للأسبوع القادم. فلما بيجي أحجز له مواعيد حق الجلسات حق نوح، ما يقدرون يعني يحطوا لي مواعيد، والسبب أن أنا جاية حد أحجز يعني بالوقت، يعني أي السبت مثلا أقول لهم ترى يلا حطوا الجدول، أبي مثلا جلسة يوم الأحد، يوم الثلاثة، وبعدين دوامي مرة الصبح مرة عصر، مو قادرة أنظم وقت الجلسات. فالحين طلعت لي مشكلة ثانية، وهي أني أنا قاعدة أحاول أراكض على نقل دوامي، يعني بنتقل لمستوصف أو مركز صحي، لأن أنا دكتورة أسنان فأشتغل في مركز صحي أو مثل مستشفى صغير، فأبي أنتقل حق مكان قريب من منطقتنا، لأن المكان اللي أنا أشتغل فيه بعيد عن منطقتنا. فحاليا أنا أيضا قاعدة أراكض على أوراق نقلي، فهذه الأمور كلها مسببت لي زحمة. فقاعد أرجع من الدوام تعبانة، وبسبب وضع نوح لازم الحين إحنا نتعامل معه بطريقة مختلفة، لأن شوي نوح شوفوا لحد الحين مو أكيد، لحد الحين كلش مو أكيد، بس الدكاترة يعني اللي شافوه قالوا إنه هو عنده ضعف شديد بالتواصل، ضعف تواصل بصري، مثلا ما يأشر كذي، وهذا شوي علامات غير مطمئنة اللي مثلا تكون في الناس اللي فيهم مثلا توحد أو فرط الحركة. فهم شوي شاكين إن نوح قد يكون في هذه الأمور. الحين قاعد نحاول إن إحنا نودي جلسات عشان ما تتفاقم المشكلة وتصير أكبر. فهذا الوضع اللي أنا حاليا قاعد أمر فيه مع حالة نوح. أنا من زمان كنت من اليابان، كنت قاعدة حاتي ما أكذب عليكم، شايلة الموضوع بقلبي، وتعرفتوا لي كابتتها متضايقة، وفعلا من رديت الكويت وأنا يعني دشيت في حالة انهيار، يعني على نوح أكيد ضايق خلقي عليه. فالموضوع كان جدا متعبني ومزعلني، يعني الأيام اللي فاتت أنا كنت كلها مقضيتها بس أبكي وأضايق على نوح، وماني عارفة يعني كله يعني أحاتي إنه لو كان في شيء إحنا سويناه غلط، عرفته. مشكلة ثانية طبعا أنا قاعدة أعاني منها من زمان، وهي صوتي.
صوتي من رجعت الكويت كله يروح. واتوقع اذا شفتوا الشورتات، فيديوهات الشورتات اللي قبل سويتهم، صوتي كله رايح، كله قاعدة امرض، ما ادري سالفه بلعومي. حرفيا كل مره اقوم فجاه من النوم يصير فيني بلعومي قاعد يعورني. من تقريبا رجعت الكويت شوف فيديوهاتي من بعد شهر 12 كل صوتي فيه مشكله، ووايد قاعد لي تعليقات انت مريضه في شيء، سلامات صوتك تعبان، صوت لنا الجو كله قاعد يمرضني ما انا عارفه ليش. فما عارفه ليش بس يعني انه وايد اقصد قاعد امرض، فصوتي كله رايح، صوتي مو راضي يرد، ف يعني تعبني حيل، قاعد يتعبني. فمن رجعت الكويت انا ما قدرت امسك الكاميرا كلش واصور، وهذه اول مره فعليا امسك الكاميرا البروفيشنال، مو كاميرا التليفون، اول مره امسكها واصور فيديو كذي بهيئه بلوج، لاني مو قادره. فانا جدا اسفه واعتذر، وابي احاول ارجع بقدر المستطاع، ابي امنتج فيديوهاتي القديمه مات اليابان. عندي فيديوهات وايد حلوه، بالذات فيديو لقاء اهلي، وادري هذا وايد منكم ناطرينه، والفيديو اللي انا من زمان وعدتكم فيه هو فيديو تعارفنا انا ويا بنوح، اللي والله العظيم اني خاشه درع اليوتيوب، انا حاطه في بالي افتح درع اليوتيوب واسوي لكم الفيديو معاه، والله ان الدرع لحد الحين مسكر لاني انا خاشته عشان هذا اليوم وهذا الفيديو اللي انا وعدتكم فيه من زمان اني اصوره. فان شاء الله باذن الله بحاول اني انا ألقى لي أي وقت أني أنا أمنتج، وسامحوني أن المونتاج قد ما يكون نفس مستوى المونتاج اللي قبل، اللي شلون كنت أشتغل عليه وأسوي حركات بالمونتاج. أنا أحب المونتاج بس الحين ما عندي وقت أمنتج بطريقة صحيحة، وفوق هذا كله لابتوبي فيه مشكلة كبيرة، وما أنا قادر أشتري لابتوب جديد، لأن أنا حاليا مثل ما قاعد تشوفون هذا بيتنا الجديد، قاعدة أثث بيتنا، وأنا ودي لو أخذكم في رحلة تأثيث البيت، بس ماني قادرة والله العظيم ماني قادرة أمسك الكاميرا وأصور، معني أدنى الكل راح يستمتع في هذه الأمور اللي هو تأثيث البيت ورحلة تأثيث البيت وهذه الأشياء. فهم ماديا مو قادرة أني أنا أشتري معدات جديدة حق الكاميرا، بذات أن اللابتوبي خلاص مو راضي، يعني كل ما أشتغل عليه يعني يعطيني دقيقة أشتغل وعشر دقائق معلق كذي بالضبط. المهم اني انا قلت لكم ما بطول هذا الفيديو، فالحين راح انهي هذا الفيديو. ان شاء الله راح احاول اني انا من بعد هذا الفيديو انزل لكم فيديوهات اليابان، حيكون مونتاجهم بسيط، مع اني حيل يعني اعور قلبي هالموضوع هذا، بس على ما شوي ان شاء الله تهدى الظروف واستقر مع موضوع نوح، وان شاء الله بعدها نصور نرجع فيديوهات، وراح نحاول نصور فيديوهات انا وبنوح ومع نوحي وشي، يعني أشياء حلوة إن شاء الله بالكويت بإذن الله. بإذن الله الله يقدرنا والله يسهل علينا الأمور هذه، ومبارك عليكم الشهر مرة ثانية وبس والله.